السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا وشركائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، ويا رب تكونوا بخير وسعادة. في الفيديو ده عاوز أتكلم على إشكالية كبيرة، وهو أثر من أثار قبول أو قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بقبول جميع طلبات التصالح في القرى، اللي في الآخر لما جينا على آليات التنفيذ قسم الناس لفئتين، فئة 200 متر في مدون والثلاث أدوار وأرضي، وفئة الفوق 200 متر والأرب والفوق الأربع أدوار. طبعاً الموضوع ده عامل إشكالية كبيرة، وناس بتشتكي من الموضوع ده كتير، وفي ناس جات لها جوابات ان هي خارج نطاق التصالح. هتكلم في الموضوع ده باستفاضة، وعلى قد ما نقدر هنخش على موضوع قبول الطلبات التصالح ولجان الفنية الخاصة بالمدن على قد ما الوقت يعني يسعفنا هنتكلم فيه، لكن فضلا وليس أمرا ياريت بس يعني تدعمنا حضرتك بلايك، لان اللايك هو اللي بيساعد الفيديو على الانتشار. ولو فيه شايف ان حضرتك احنا بنقدم معلومة مفيدة تحاول تساعدنا في ان الفيديو ده ينتشر، حضرتك هتساعدنا بان انت تدوس لايك او حتى ديسلايك او تعليق، تقول لنا ايه رأيك في الموضوع او سؤال او استفسار، احنا تحت امر الجميع. ولو لسه حضرتك بتشوفنا اول مرة ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد ومفيد. مش عايز اطول على حضراتكم وادخل في الموضوع على طول. طبعا احنا النهاردة الناس اللي هي اقل من 200 متر، الناس اللي اقل من 200 متر وارتفاعاتها فيما تحت الاربع ادوار، الناس دي هيجيلها جوابات. قلنا يعني مش عايز بس عشان ما اقررش الكلام، لان انا موضوعي النهاردة الناس التانية اللي هم فوق 200 متر واللي ارتفاعاتهم فوق الاربع ادوار هيعملوا ايه، وخاصة الناس اللي خارج الحيز العمراني، الناس اللي عندهم محاذير. طبعا هو القرار للأسف فيه شوية غموض لما صدر، محتاج تفسير والتفسير وناس كتير عمالة تعمل اجتهادات وتعمل تأويل، واحنا طلعنا في اكتر من فيديو طالبنا ان في حد مسؤول يطلع يوضح آلية واضحة للناس، وخاصة الناس اللي هتنزل لها لجان التصالح، الناس اللي هتنزل لها لجان التصالح. قلنا ان في ناس ممكن يكونوا في شارع واحد بس الرجل ده عنده مساحة مثلا 220-250 متر فما فوق، والتاني عنده 150 متر، والاتنين جنب بعض وبنيين على ارض زراعية واحدة، وممكن يكون نفس المخالفة، وده هنغض الطرف عنه ونقول له خلاص، والتاني هنقول له لا احنا هنطبق عليك قانون التصالح زي ما بيقول الكتاب. اذا محتاجين تفسير في النقطة دي. حد هيقول لي طب انا هستفاد ايه منك من الكلمتين اللي انت قلتهم، طب ما الكلام ده بيتقال وانت ما جبتش جديد. لا، هقول لحضرتك الجديد ان انا النهاردة لما يجيني رفض للتصالح، رفض للتصالح عندي كذا طريق اقدر اشتغل فيه، عندي كذا طريق وبشكل قانوني. اهم شيء ان احنا طالما الحكومة بتتعامل معانا بقرارات وزارية وقانون، يبقى لازم نلتزم بالقانون، حتى لما نيجي نطعن في القرارات نطعن بشكل قانوني عشان ناخد نتيجة سليمة وبشكل برضو قانوني. أنا النهاردة في قاعدة المساواة، في قاعدة المساواة، يعني أنا النهاردة عشان أطبق قانون لازم قاعدة عامة تطبق على الجميع. أنا النهاردة مخالف القانون، حضرتك هتقبل التصالح للمخالف زيي وانا هترفض مني على اي اساس؟ اذا الموضوع ده عاوز وقفة. طيب احنا النهاردة هنقبل التصالح في الارض الزراعية، في البنى على الارض الزراعية والتعدي على الارض الزراعية للي اقل من 200 متر، ونيجي للرجل التاني اللي على اربع ادوار فما فوق ومساحته اكتر من 200 متر،
هنقول له لا احنا هنطبق عليه قانون التصالح، ومن محاذير التصالح البناء على الارض الزراعيه. طيب انا النهارده لما نيجي نتكلم على البناء على الارض الزراعيه هنخش في موضوع التواريخ 8/4/2019 والتصوير الجوي اللي هو بتاع 2022/7/2017. يبقى انا ما قداميش غير لما يرفض التصالح، لما يتم رفض التصالح، حد هيقول لما يرفضوا التصالح هيعمل إزالة؟ هقول لك مفيش، وانت قلت قبل كده مفيش إزالات إلا في حدود حضرتك باني على أثار، حضرتك متعدي على أملاك دولة وما قننتش أوضاعك، حضرتك متجاوز قيود الارتفاعات، حضرتك متجاوز حدود التنظيم بشكل فج وعامل خلل في التنظيم. ده لما نيجي نتكلم على الإزالة. إذن أنت النهاردة ما عندكش الحاجات دي وما عندكش المحاذير دي، أنت بتتكلم في تعدي على أرض زراعية واللي زيك واللي جنبك تم التصالح معاه. طيب هعمل إيه؟ حد هيقولي طب أنت بقى بتدوشنا برضو وما قلتلناش هتعمل إيه. أنا النهاردة لما يترفض مني التصالح أول إجراء بعمله بعمل تظلم زي قانون التصالح ما قال. التصالح رفض او قبل، لو رفض التصالح عندي طرق كتيره، بس في الحاله دي في نقدر نقسم الموضوع ده. اذا كنت انا مقدم على تصالح لان عندي احكام قضائيه او محاضر او اجراءات تنفيذيه تم ايقافها بموجب نموذج 3، يبقى اذا انا محتاج اعمل طعن في قرارات لجنه التصالح. ركز معايا شويه، انا طبعا ما اتمناش ان حد يروح يعمل طعن ولا حد يروح محكمة من الاصل، لكن بنقول يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم. تمام، اذا احنا النهاردة ما عندكش مخالفات، ما عندكش محاضر، ما عندكش قضايا، ما عندكش اجراءات تنفيذية، ولجنة التصالح قالت لك انت خارج نطاق التصالح ولا تشغل دماغك كده، الحكومة مش عايزة منك فلوس عشان ما ترهقش نفسك كتير في التفكير والأسئلة وتتعب نفسك ليل نهار، لأن أسئلة كتيرة عمالة تيجي. في ناس قدمت على التصالح لأن تم الإعلان عن تقنين الأوضاع بموجب قانون التصالح. طيب قدموا على التصالح وتم رفض التصالح، حضرتك مقدم على مرافق قاعد ما عندكش مشكلة، مفيش مشكلة. ليجي النهاردة للي عنده مشكلة اللي هو صادر ضده أحكام وتم وقفها. طيب لازم ناخد إجراء سريع، لأن بعد رفض التظلمات اللي حضرتك هتعملها هيتم توجيه زي قانون التصالح ما بيقول اختراط للجهات بتحريك الدعاوى، أو إن خلاص الرجل ده إحنا كنا موقفين له الأحكام القضائية بشكل مؤقت والنهاردة ما قبلناش التصالح. طيب عاوز برضو قبل ما اتكلم في موضوع اللجوء لطعون في مجلس الدولة، عايز نأمل ونتكلم في تعديلات على قانون التصالح، تعديلات على قانون التصالح عشان الناس اللي عندها محاذير والناس اللي هتمنعها المحاذير دي من التصالح يتم يشملهم الجميع. انا النهاردة عندي ثقة في بعض المواطنين. على اي اساس انا عندي ثقة في اللي مساحته اقل من 200 متر وارتفاعاته 3 ادوار وارضي، وما عندي الثقة في الاربع ادوار؟ اذا كانت ده مقترح بنقول الرجل ده اذا كان المبنى بتاعه امن انشائيا ما عندوش اي مشاكل تتعلق بقيود مثلا ارتفاعات طيران مدني قيود دفاع الكلام ده كله، ممكن ان احنا بروح القانون نشمل الجميع. طبعا احنا بوحى صوتنا من احنا بنطالب اعضاء مجلس النواب يتدخلوا، لكن على ما يبدو برضو قلت في فيديو قبل كده سابق ان الاماني لسه يعني عمالين نتكلم في اماني ووعود وطلبات احاطة، لكن الايام الجاية دي محتاجة تحركات ومحتاجة يتاخد قرارات، لان الناس اللي بتطبق لجان التصالح بيطبقوا القانون، يعني ملتزمين باللي مكتوب في القرارات
مش هيجيبوا حاجة من عنديته. إذن إحنا محتاجين النهاردة تعديل على قانون التصالح عشان الناس اللي هم أكتر من 200 متر وارتفاعاتهم أكتر من 4 أدوار يشملهم قانون التصالح. وإذا كنتوا عايزين تعملوهم بموضوع نموذج مؤقت مفيش مشكلة مفيش مشكلة، بس يعني ميبقاش فيه يعني لا ضرر ولا ضرار. طالما هتقبل تصالح من أبو أقل من 200 متر وارتفاعاته 3 أدوار وأرضي، إيه المشكلة لو أنا هقبل من الكل؟ ما هي هي الأرض واحدة وهم جيران. طبعا مش عايزين نطول أكتر من كده في الفيديو، وبنتمنى على الله إن صوتنا يبقى له صدى عند المسؤول وإن يتم تعديلات بالفعل على قانون التصالح في القريب العاجل. فضلا وليس أمرا، لو لسه حضرتك بتشوفنا أول مرة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد ومفيد، ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.